أنا قلت في يوم من الأيام الحرب في اليمن أساسها الحصول على إحدى مخطوطات التوراة الأثرية. الكلام ده قلته من 5 سنين. قلت الفتنة في اليمن لكي يتم التنقيب ليتم اختراق اليمن والتنقيب والتفتيش للحصول على أحد المخطوطات التوراطية الأثرية التي يرى الإخوة اليهود أنها من يد موسى عليه السلام. حد صدقني؟ لدرجة إن في دولة جابتني وتقول لي أنت بتطلع تخرف، ما تبطل تخريب بقى، ده أنت زودتها قوي. بعدها ب7 شهور بالظبط يتم الحصول على النسخة، ونتنياهو يبعت طيارة مخصوص تاخد العائلة اليهودية اللي حصلت على النسخة وياخدهم إلى تل أبيب ويكرمهم، وتعرض صورة من النسخة، ويتم إخبار بني إسرائيل في العالم أجمع بأن النسخة وصلت إلى أرض الميعاد. اللهم إني لا أسألك رد القضاء، لكني أسألك اللطف فيه. لو حضراتكم رجعتوا على النت وكتبتوا الكلام اللي أنا بقوله ده على قناة الفرعين هتلاقوه قبل ما يكتشفوا النسخة.